بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا هذا الفرن، وهذا المشكل اللي فيه انه منين كنبغيو نشعلوا الغاز لو لاحظتوا هنا ها هو شعل، ولكن ان فوا كنحيدو يدينا كطفى. هذا المشكل ديالو، السبب ديالو ان هو هذا الحساس اللي كيكون هنا مع المده كيخسر. الا حكيتوه هو مابغاش يخدم لكم خاصكم تحيدوه باش تهناو. نوريكم الطريقه كيفاش نحيدوه. علاش بغيتي الصباعيه؟ علاش خديتها؟ باش ندير هكا في الاخر. عرفت باش تفيني. شتي سي مختار، يا كان صالح وصويلح ومصلوح هاد القضيه بقيت غير حال في مود. اول حاجه نسدلو هاد البوطه هادي ثم نبداو العمليه، نحيدو هادشي كامل. ثم نحيدو هادو، نقيو هاد الفيسات من البقايا ديال الطعام ديال الأوساخ. اش كنلاحظو هنا نورمالمون هذا، الا بغيتو تبدلوه بدلوه نتوما حرين. كيتحيد من هنا، ها هو تبعو الخط السلك ديالو، ها هو غادي لهنا. نقرب شويه، عندنا هاد السلك هذا داخل هنا، نحيدو هاد اللقطه هذا. كما قلتلك ما الطريقه غديروها الا بغيتو تهناو من هاد المشكل هذا. عندنا هاد الكاش هذا، ثم هنا غادي نجيو نحيدو هذا. هذا غادي يكون صف 17، نحيدو هذا. بعد ما كيكون عاصي كيديرو لي واحد هاد الكول باش يلصق مزيان. عندنا هذا، هاد ديسبوزيتيف هذا هو اللي كيقطع. حنا اش غنديرو؟ شي كيبان لكم هاد الروسول، هاد الروسول حنا غادي نحيدوه. على اساس باش منين الغاز يدوز يدوز ما يحبسوش. هذا بغيت نحيدو لكن مبغيتش نخسرو، نحتاجو شي حاجه اخرى. إذن هكا مزيان، ثم هذا ردوه لبلاصتو. بعد ما حيدنا هذا شتو هذا ولا كيلعب، إذن ردوه هذا لبلاصتو.
ثم نجيب السير ديالنا 17 ونزيرو. بعد ما ركبناه نجربو نشوف واش كيخرج الغاز ولا لا. غنطلقو البوطه وندير واحد شويه تاع التيت نرغو ديال التيت ونشوف واش كيتنفس ولا لا. نحلو البوطه ثم نجيبو شي حاجه شويه مسحوق كيرغو نديرو على هاد الباتي هادي باش مينطلقوش واش كيتنفس ولا لا. كيما كتلاحظو دابا احنا شعلنا بغينا نطفيو نطفيو هاد البريكة ديالو مزال خدامة. غندورو باش نوريكم. هانتو كما كتلاحظوا دابا ها هو دابا بقى شاعل. يكفي انا نحيدو غير هاد الرسول هذا. تقدروا تجربوا على يعني على الريوسه كاملين. في نفس الوقت هنا لاحظوا انا واش عندنا شي خرج شي الى خرجت فقاعات يعني راه كاين تسرب ديال الغاز. اذا هكا نكونوا صلحنا المشكل ديالنا. جميل جدا. دابا ردوا كل حاجه للوسطى. صافي دونك داك اللي كان عاد هو الروسور سينو ما هو اللي كيدير رابيل باش كيسد على الغاز. حيت ملي كيكون هذا الحساس هذا ملي كيكون خاسر الا حكيتيه وما خدمش صافي سي يا تشونجي يعني تشونجي هذا بهذا كامل شو تقلبي على الموديل ديالو تجيبي سينو بغيتي تهني منه كامل غديري يعني بهذه الطريقه هذه غتحيدي تحليه كيتحلوا هادو عندك هادو كتشوفي السيكل هادي وعرفتي شنو باش ما نحلوهمش مره اخرى حلوهم وحيد داك الرسومات اللي مولفين تيديروا داك التيك توك اللي بغيتي شوف انت انا الا اللي بغيت زعما لا حيت هو بعض المرات راه كينفع علاش كينفع واخا بعض المرات الا طاح الماء كيسد راسو كيطفى ما كيبقاش الكاس دايز واش فهمتي كيفاش دونك الا كان باقا لا سيكريتي باقا خدامه اش غنحيدها نهار تحيدو نهار ما بقاش خدامه تسالاتي نحيدها اوكي يلا سير بغيتي نديرو كونترول ندير كونترول ندير الكونترول ما نخسر والو هانت ركبو كل حاجه في بلاصتها. شنو هذا صداع انت شوف كيفاش تكلم من هنا شتي كيفاش دونك يمكن لها تحيد وتقاد صاو غنشوف كيفاش ندير لها هاد البارتي هادي مي كنظن نخليها كندير لها شويه سيليكون وخليها غنزيد عليك لي شارج مي سي با لا بين سي با لا بين فهمتي اي هادي عندك خاسرة. إذا نتايا غادي نديرو نفس العملية نفاو كاع البوطات ونسدو البوطة. إذا نتايا نبدلو تايا على نفس المشكل نسمعو الخيط ديالها فين غادي السلك ديالها فين غادي. إذا غادي هنا كاين فواحد السلك من جوج نحيدو هاد البلاستيك هادي ثم نجيبو السير 17 ديالنا نحيدو هادا
الرسول هذا. لا كان كيس عليه حيت باغي نخليه يعني صاينه، ما انتما جيو جبد وهني راسك اولا هني راسك، يعني هاد العملية يقدر يدير اي واحد، مرة ولا راجل ماشي مشكل. ثم ردوه في بلاصتو، طبيعة الحال الزيار ما عقارب ساعة فين كيدور المورية ديال المكانة تما فين زير. بنفس الطريقة غادي نجيبو عاوتاني، نجيبو شي مسحوق كيدير هو، ونشوف واش كاين شي تسرب ديال الغاز. نحلو البوطة ديالنا بنفس الطريقة، صايبنا كذلك هذا، نجيب عاوتاني الروا ونجربو نشوف واش كاين شي تسرب ديال الغاز. يعني هكا مزيان، إذا نجربو الربطة كاملة. ونقلبو هنا واش كاين شي تسرب ديال الغاز. خلينا اذا هكا مزيان نطفي كلشي، ثم نجربو المدخل ديال الكاس حتى هو كذلك. مزيان، اي ملاقية كتبان لكم دير فيها شوية تيل، هادي مكاينش اللي ندير في القبيلة حيت كانت شاعلة. غنخلي شوية الرغوة وغادي نطلق الكاس. مزيان، حيت الكاس ما يدوز حتى تفركو يعني على هاد السيروت. نفس الطريقة جوج الاخرين اللي قبل، حنا غادي نديرو لك التيست جينيرال. ديال قلت لك، قلت لك هذاك لا لينور عندك فيه مشكل. لا لينور، عارف هذاك لا لينور الريوس دابا كلشي بارفي ياك،
جميل جدا. اذا نطفي كل شيء وردوا الكاش ديالو. من بعد ما يعني تيقنا انه الحمد لله والشكر لله ما كاين حتى شي فويت. بغيتي تصايبها خاصك تحيديها. كيفاش؟ خاصك تحيدها كامل وكل شيء تشد ديمونطا. ما كاينش. وتبقاي تشري الطروفات ديالها. نظر على كان السيليكون اللون ديالو ترونسبارون ماشي بلون. وانا كيسحبني ابيض. انا قلت لي ترونسبارون خسر لك الديكور ديال الكوزينة. باش ما يدخلش الماء لداخل ياك. طبيعي الحال. من بعد شنو غادي دير؟ غادي تجي صافي غنسد الكاش. بارك الله فيك اخويا سليمان والله شكرا بزاف. انا هادي ما معولش على ان غادي تكون سديها هكا فهمتي. لابسها زعما تساعدك. لا علاش خديتها؟ باش ندير هكا في الاخر. عرفت باش تفيني. الله يجعلها تقول حله جديده وتجيب الصحه والسلامه والاصلاح حتى حنا نصلحو. الله يسلمك. نوليو صحاح. دابا غادي مكديرش الطق شتيها غادي تستعمل البريك. الاخرى الصغيرة وهكا نكونو صايبنا الفرن ديالنا. شكرا بزاف بزاف بزاف. وشهية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله. شكرا بزاف 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 على سقسيني. هذا مكان